السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج زوايا الحدث. حلقه اليوم سنخصصها لمناقشه التطورات الميدانيه في محافظه البيضاء. إذن مشاهدينا، حققت قوات الجيش الوطني تقدما في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد معارك عنيفة شهدتها هذه المنطقة ووسط تراجع لميليشيا الحوثي. يأتي هذا بالتزامن مع غارات شنتها مقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات الميليشيا في المنطقة ذاتها. وتشهد محافظة البيضاء معارك شرسة منذ فتح جبهة جديدة على الحدود بين البيضاء ومحافظة شبوة من قبل أشهر. ورغم الإمكانيات الشحيحة، مثلت البيضاء محرقة وثقبا أسود لعناصر الميليشيا خلال أعوام الحرب الماضية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الجديد، ما جديد التطورات الميدانية في محافظة البيضاء وفي قانية بالذات، وهل يمكن القول أن هناك توجها حقيقيا لتحرير المحافظة أم أنها معارك كر وفر؟ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. يبدو أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قد عقدت العزم على تحرير محافظة البيضاء والتي تمثل قلب البلاد وبوابة لثمان محافظات يمنية. فبعد تحرير منطقة قانية الواصلة بين محافظتي البيضاء ومأرب وتأمين محيطها، تقدمت باتجاه منطقة الوهبية مرورا بيسبل والمناطق المحيطة بها. تأمين محيط منطقة قانية في المحافظة وتحقيق انتصارات كبيرة فيها مثلت مرحلة وضعت قوات الجيش الوطني أولى خطواتها في منطقة الوهبية. خلال الأيام القليلة الماضية تحركت قوات الجيش الوطني والمقاومة لاستكمال تحرير بقية المناطق المؤدية إلى الوهبية مركز مديرة السوادية وسط انهيار كبير لعناصر الميليشيا في المنطقة. تستكمل قوات الجيش تحرير منطقة اليسبل متجهة نحو الوهبية مركز مديرة السوادية حيث يتمركز الحوثيون. يأتي هذا التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلة التحالف العربي على تجمعات لميليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها. وقد استكملت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية تحرير سلسلة جبال اليعر والمسعودة في جبهة قانية بعد معارك ضارية. وبتحرير ما تبقى من السلاسل الجبلية في يسبل، تكون قوات الجيش الوطني قد أحكمت سيطرتها على منطقة الوهبية وخريف الضفة، تزامنا مع تقدم قوات الجيش في جبهة الملاجم لتحرير منطقة الفضحة. وتعد منطقة يسبل منطقة استراتيجية تهيمن على الوهبية والملاجم وردمان آل عوض، وتحريرها يعد تأمينا لقانية بالكامل ومفتاحا لتحرير بقية تلك المديريات تباعا في يد الجيش الوطني. إذن مشاهدينا، في حلقة اليوم نناقش التطورات والمستجدات في محافظة البيضاء، وسينضم إلينا من جبهة قانية أركان حرب اللواء 117 سيد أحمد معوضة. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني نتحدث اليوم عن آخر المستجدات في البيضاء، يعني لو تضعنا في آخر المستجدات في منطقة قانية تحديدا، هذه الجبهة التي شهدت معارك ضارية خلال الأسابيع الماضية. على العموم حياكم الله ونشكر قناتكم الموقرة قناة بلقيس، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا بك. وتحياتي لجميع العاملين في هذه القناة. اهلا بك، تفضل. بالنسبه للمعارك التي في جبهه قانية وفي محور قانية بشكل عام، نعم، تم وصولنا الى هذه الجبهه وتم استعدادنا لخوض معركه، وتم الدخول في معركه فاصله بيننا وبينهم، وتم تحرير سوق قانية في بدايه الامر، نعم، وتحرير الهده والعفير وهي محيطه بجبال قانية من جهه اليسار، مع اصحاب اللواء 159 الشدادي من العبديه. وفي الامس تم اقتحام جبل مسعوده وهو يعتبر اعلى مرتفع في الجهه اليمين لسوق قانية، وكذلك العر، ويبعد عنها مسافه ويوصلهم الطريق الذي يمر الى بلاد العواض والى السواديه. وقد تم تامين جميع النقاط حول سوق قانية حتى الوصول الى الجبل اليسبل وحوران، والان الامور مؤمنه بشكل كامل في هذه المنطقه، نعم. والان في استعدادات ان شاء الله لخوض معركه جديده لاستعاده اليسبل واستعاده بعض الجيوب
التي لا زالت مع هذه الميليشيات، وإن شاء الله يتم بعدها وهو الوصول إلى الوهبية نعم التي قد هي يعتبر يسبل من الوهبية. نعم، لكن يعني سيد أحمد، لو تضعنا في الصورة أو طبيعة المعارك أو طبيعة المنطقة، كان يعني تم الاحتفال أو يعني نقل مشاهد من وسط هذه المنطقة بأنه يعني المعركة حسمت تماما، ومن ثم نجد الأخبار أن المواجهات ما زالت في هذه المنطقة بين فترة وأخرى. يعني هل هناك مواقع تم تحريرها خلال الفترة الماضية وبالتالي استعادتها الميليشيا وتعملون على تحريرها مرة أخرى، أم ما هي الصورة بالضبط؟ لم يكن هناك مواقع تم تحريرها وأخذها الميليشيا، إنما هناك مواقع تم استيلاء عليها ولازلنا متمركزين فيها، وهي الهدى والعفير، وتم الأمس اقتحام مسعودة والعر، والآن قواتنا فيها، والآن اليسبل وقواتنا قريب من اليسبل، وإن شاء الله ستسمعون خبر اليسبل وغيرها من المناطق التي على الطريق التي إلى الوهبية. الأمور مأمنة في قانية، وقواتنا خلف قانية، والسوق الآن خلفنا، ولا يوجد للعدو أي قوات في قانية نهائيا إلا في اليسبل الذي يبعد عن العفير ويبعد عن العر بمسافه بتقارب. يعني بمعنى انكم ابتعدتم كثيرا عن مركز المنطقه وصرتم على اطراف منطقه قانيه، وبالتالي تعتبر امنه هذه المنطقه. نحن الان على مشارف الوهبيه، نحن دخلنا في الوهبيه وهي تعتبر من المديريات السواديه. نعم. هي تعتبر من مديريه السواديه، الان نحن في اول مديريه من المديريات البيضاء وهي السواديه التي في جهه قانية. نعم سيد احمد، جميل جميل، ولكن ساعود اليك. دعنا نشرك معنا في النقاش من الرياض، ينضم الينا القيادي الميداني في جبهه الحميقان عامر الحميقاني. سيد عامر مساء الخير. نعم مساء النور. أهلا بك سيد عامر، نتحدث اليوم عن آخر التطورات في محافظة البيضاء، تطورات الميدانية والعسكرية، يعني مواجهات عنيفة في عدة مديريات بالبيضاء وفي مديرية قانية تحديدا على وجه الخصوص، يعني ماذا تمثل هذه المعارك في هذه المحافظة؟ طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محافظة البيضاء شهدت في هذه الفترة الأخيرة اشتباكات أو هجوم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في عدة جبهات، وكان في بدايتها قبل 4 أشهر في ناطع ونعمان من جهة بيحان تقدم الجيش وتم تحرير هذه المديريات. نعم. وبدأ الجيش الوطني في الهجوم على الميليشيات الحوثية من منطقة قانيه، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم الأبطال تم تحرير سوق قانيه، وأيضا تم تجهيز الجيش والعتاد مرة أخرى وهجوم آخر على الميليشيات الحوثية، وكما سمعت تم تحرير عدة مواقع ومهمة في منطقة قانيه ومن أهمها مسعودة والعر ومناطق أخرى مجاورة لها، والجيش الوطني لا زال في تقدم بإذن الله تعالى، سيتم تحرير هذه المناطق بفضل الله ثم الأبطال، ومن ثم الوصول إلى الوهبيه وعفار، و بعد ذلك يتم قطع الطريق والامداد على الميليشيات الحوثيه اذا تم الوصول على عفار، لانها الرابط بين ذمار وصنعاء، صنعاء ذمار ثم البيضاء، وباذن الله تعالى يتم خنق الميليشيات الحوثيه من نعم. جميع الجهات، منها جبهه الحميقان الزاهر، وكذلك جبهه ذي ناعم، وكذلك ايضا جبهه الحزميه في الصومعه، وايضا مكيرات يتم تجهيزها باذن الله تعالى، وتكون محافظة البيضاء محاصرة من جميع الجهات، ولم يبقى مع الميليشيات إلا مركز المحافظة ومدينة البيضاء. نعم، طيب سيد عامر، يعني من المعروف أن محافظة البيضاء والمعارك فيها يعني ظلت المعركة يعني مؤجلة لفترة طويلة، وبالتالي مؤخرا هناك عودة للمعارك بشكل أكبر في المحافظة، سبب يعني عودة هذه المعارك في هذه المرحلة بالذات وفي قانية والسوادية تحديدا، يعني هل هي إرادة أبناء المحافظة من المقاومة ويعني أفراد الجيش في المحافظة، أم أنه يعني توجه للتحالف العربي، ولماذا بالتحديد هذه المناطق؟
طبعا بالنسبه لاراده ابناء محافظه البيضاء فقد علمها الجميع ان ابناء محافظه البيضاء جميع ابناء المحافظه من الشرفاء، هم من وقف في وجه الميليشيات الحوثيه منذ سقوط العاصمه صنعاء بيد الميليشيات الحوثيه. صمد ابناء محافظه البيضاء بجميع الاماكن عندما وصلت الميليشيات الحوثيه الى رداع. تم الصمود من قبل ابناء رداع ومسانده من ابناء محافظه البيضاء الشرفاء، وقاتلوا الميليشيات الحوثيه لاكثر من 4 أشهر بوجود ايضا الطيران الامريكي الذي كان يساعد الميليشيات الحوثيه. وتم الصمود في وجه الميليشيات الحوثيه، وبعد ذلك استطاعت الميليشيات الحوثيه بعد عقد عده اتفاقيات مع المشايخ، بعض المشايخ الذين كانوا يوالوا المؤتمر، تم السموح للميليشيات الحوثيه بالعبور الى محافظه البيضاء. وطبعا الميليشيات الحوثيه لا تراعي لا اتفاقيات ولا عهود، انقلبت على المشايخ وانقلبت على الكل وسيطرت على البيضاء، طبعا جميع المناطق البيضاء. ابناء البيضاء رفضوا هذا الخضوع، شكلوا مقاومه وتم الصمود وتم القتال على مدار 4 سنوات، وهي مقاومه شعبيه دون تواجد جيش الا في بعض الاماكن. طبعا يوجد ضباط من الضباط الذين لم يتم ان يعلنوا ولائهم للميليشيات الحوثيه، كانوا متواجدين في صفوف المقاومه الشعبيه. صمدت المقاومه الشعبيه لثلاث سنوات في زهر الحميقان وفي ذي ناعم وفي قيفه وفي الصومعه وفي طياب الى هذه الفتره الاخيره. نعم. طبعا كان لا نعلم ما هو السبب الذي كان محافظه البيضاء او ملف البيضاء مجمد من قبل التحالف، ولكن نعم. في الفتره الاخيره قبل 4 شهور تم تحريك ملف محافظه البيضاء، وبداوا من بيحان باتجاه ناطع ونعمان، وايضا الان بقياده العميد الأصبحي وقائد المحور أيضا في واللواني 17، ومن معهم من أبطال العبدية مقاومة العبدية وأبناء المراد وأبناء محافظة البيضاء. تم فتح جبهة أقانيه وهي تحقق انتصارات كما تسمعون، انتصارات قوية ومتتالية، وبإذن الله تعالى سيكون انتصارات سريعة، وأيضا تكون نقطة التحول في قطع. سأعود إليك سيد عامر الحميقاني القيادي في المقاومة. أذهب بالسؤال لأحمد معوضة أركان حرب اللواء 117. يعني سيد أحمد، المعارك التي شهدتها منطقة قانية وأيضا بقية المواقع القتالية في محافظة البيضاء، يعني ما حجم الخسائر التي لحقت بالميليشيا في هذه المناطق؟ بالنسبه للخسائر، اول الخسائر اننا تم السيطره على المناطق الحاكمه التي تتحكم في هذه المنطقه، واحنا اصبحنا المسيطرين على كل شيء، لانهم اصبحوا العدو يعني يرضخ يعني لنا، واصبحنا احنا الذين نتحكم في المعركه. بالنسبه للخسائر البشريه فهناك خسائر بشريه كثيره جدا، ولا زالت جثثهم يعني في الجبال وفي الاوديه، لانهم يقوموا بهجوم على قواتنا، ولكن ابطال الجيش الوطني والمقاومه المتواجدين في هذه المناطق يقوموا بصدهم وتكبيدهم كثير من الخسائر، وايضا خسائر في العتاد والمعدات، كثير من الاطقم وكثير من السلاح وكثير من الدبابات والبي ام بي والاشياء هذه تم يعني احراقها من قبل طيران التحالف، وبعضها تم السيطرة عليها، والحمد لله هم في خسائر كثيرة ويتكبدوا الخسائر اليومية، ولا يوم إلا وفي خسائر بشرية ومادية كثيرة. نعم، إذن لأنهم ليس لا يوجد لهم يعني مبادئ يعني يقاتلون من أجلها. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا أركان حرب اللواء 117 أحمد معوضة، كنت معنا من محافظة البيضاء وبتحديد جبهة قانية. سنشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا الآن القيادي العسكري عبد الرب سالم الشدادي من جبهة البيضاء ومن محافظة أو عفوا مديرية قانية تحديدا. سيد عبد الرب مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا بك. يعني نتحدث اليوم عن آخر المستجدات وتطورات الميدانية في محافظة البيضاء، يعني لو تحدثنا عن الدعم والإسناد في هذه الجبهة، جبهة قانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير رسول الله وما بعد. نبشر أبناء شعبنا ووطننا بأننا سوف نظل تحت خدمة الوطن هذا، وأبشرهم بالانتفارات الكبيرة خلال هذا الأسبوع، في تقدم كبير باتجاه البيضاء، وإن شاء الله خلال أيام قليلة يعني قليلة جدا ساعات سوف يسمعون انتصارات كبيرة في هذا الجبهة، وبفضل الله وبفضل الجنود وبفضل اللواء 117 واللواء 59 وأفراد الأمن المركزي وجميع القبائل كتائب الشهيد الشدادي، وبإذن الله سوف نحرر اليمن بالكامل. أما الخسائر البشرية للعدو فهي خسائر لا تحصى ولا تعد، يعني خلال معركة أمس أكثر من 80 قتيل و 22 أسير، وتحرير المواقع كبيرة وهامة جدا، وإن شاء الله بقيل قليل وسوف نخرج اليمن إلى بر الأمان بإذن الله. نعم، لكن العمليات العسكرية الأخيرة التي انطلقت، هل هناك يعني خطة عسكرية؟ يعني هذه المعارك انطلقت وفق هذه الخطة، أم أنها يعني تحرك جاء من أبناء المقاومة وأبناء الجيش في هذه المحافظة يعني المضي قدما في المعركة؟ كيف هو الوضع؟ لا تحرك بخطة عسكرية محكمة بإذن الله لتحرير محافظة البيضاء وتحرير المناطق باتجاه دمار والضالع وجميع المناطق بإذن الله، في قوة بشرية عسكرية مدربة بجميع عتادها العسكري، وانتم تشاهدون أي مواقع يشتوها يخدرها بفضل الله، وإن شاء الله إن شاء الله أيام قليلة، بس انتبه الأوامر، وإن شاء الله أيام قليلة معنا في أماكن أخرى. نعم بإذن الله. إذن ابقى معنا سيد عبد الرب سالم الشدادي القيادي العسكري في جبهة قانية. أعود للقائد الميداني في جبهة آل حميقان عامر الحميقاني. سيد عامر، يعني بين فترة وأخرى تحصل انسحابات، يعني هناك انسحاب تكتيكي في الفترة السابقة بعد معارك كانت بين الطرفين في قانية، هل يمكن القول أن ثمة تغير هذه المرة في المعركة؟ طبعا بالنسبة لما دار في قانية في الأيام الماضية هو يعتبر تجهيز، لا يعتبر انسحاب تكتيكي، إنما عندما تم تطهير سوق قانية من الميليشيات الحوثية أخذ الجيش أنفاسه وعد أعداده وقام بترتيب خطط عسكرية التي يقوم الانطلاق منها، أيضا بتزويد المواقع التي تم السيطرة عليها بالذخيرة وأيضا بالأفراد، وكذلك نزع الألغام من المناطق التي تم تحريرها. تعلم بأن الميليشيات الحوثية عندما تترك مكان أو يتم دحرها من المكان تقوم بزرع الألغام في جميع الأماكن، في الطرق العامة أو في الأماكن المواقع التي تم تحريرها تقوم بزرعها بالألغام لكي يتم أيضا خسائر في الأرواح في الجيش الوطني، ولكن بفضل الله يتواجد الفريق الهندسي لنزع الغام، ثم تم نزع الغام وترتيب الجيش وإعداد خطه، وتم الانطلاق بوتيرة أخرى وبهجمات أخرى، وحققوا انتصارات ملحوظة وانتصارات قوية ومواقع استراتيجية تم السيطرة عليها وبخسائر قليلة في صفوف أبطال الجيش والمقاومة، وكذلك خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية والمتحوثين من الذين يقومون بمساعدة الميليشيات الحوثية. نعم سيد عامر، إذا ما تكلمنا عن الجانب الإنساني خصوصا، وقانية يعني تعتبر شريان حياة رابط بين محافظات عدة، يعني كيف تنظر إلى طبيعة المعارك وأيضا تأثيرها على الجانب الإنساني في هذه المنطقة؟ طبعا في بالنسبة للجانب الإنساني بعد تحرير المنطقة من قبل الأبطال، الجانب الإنساني مرت أبناء المنطقة بظروف صعبة طبعا خلال الاشتباكات وتم قطع الطريق، وأيضا تضرر بعض المنازل، وكذلك الميليشيات الحوثية تقوم ب تفجير العبارات والطرق، يتسبب أيضا في تعب لأبناء المنطقة في التنقل،
هذا احد الاسباب. بالنسبه للاسباب هي تحتاج ايضا الان منطقه قانيه والمناطق المجاوره التي تم تحليلها الى لفته من قبل مركز الملك سلمان للاغاثه وايضا المنظمات، ويتم النزول وتزويد المواطنون بالسلال الغذائيه لتحسين العيش لدى المواطنين في هذه المناطق. نعم، لكن بالنظر إلى طبيعة المعارك في الجبهات الأخرى سيد عامر، يعني ما هي الأهمية الاستراتيجية لمعارك قانية ومعارك البيضاء عموما؟ طبعا بالنسبة للأهمية أنا أكون معك صريحة، في جبهات كانت من الأفضل أن تكون تتولى أهمية بالغة لقربها من محافظة البيضاء من مركز المديرية، وهي جبهة الحميقان لم تفرق بينها وبين المركز مدينة البيضاء سواء 12 كيلو. كذلك جبهة ذي نعم لم المسافة قريبة بين جبهة ذي نعم والطريق العام، ولكن هذا خطط عسكرية وتم تداولها من قبل هيئة الأركان وكذلك قيادة التحالف، ولا نعلم ما هي الخطط التي مشوا عليها وما هي الأسباب التي جعلتهم يتم دعم فتح جبهة جديدة وهي جبهة قانية ويتم دعمها لكي تتقدم. أما بالنسبة للجبهات ففي جبهات أهم وأقرب إلى المحافظة البيضاء، وتكون الانتصارات بسهولة، وأيضا لا توجد جبال وأيضا قريبة إلى المحافظة بإذن الله تعالى. إذا تم دعم هذه الجبهات كما تم دعم جبهة قانية وأيضا ناطع ونعمان سيتم في غضون أسابيع الدخول إلى محافظة البيضاء وإلى نفس المحافظة وإلى نفس المدينة وتطهيرها من الميليشيات الحوثية. نعم، إذن أشكرك جزيلا عامر الحميقاني القائد الميداني في جبهة الحميقان، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي القيادي العسكري في جبهة قانية عبد الرب سالم الشدادي. سيد عبد الرب، يعني هل هناك تنسيق ما بينكم في قانية وبقية الجبهات سواء في البيضاء وخارج محافظة البيضاء على المحافظات المحادية؟ أي بالتأكيد في تنسيق حتى بين القبائل من الداخل، وإن شاء الله يقوموا لهم من الداخل بإذن الله. نعم، طيب بالنسبة يعني شوف تشدبت يعني انتصارات كبيرة خلال الساعات القادمة. نعم، طيب بالنسبة للتحالف العربي، يعني ما حجم الدعم المقدم لهذه المعركة بالنسبة للتغطية الجوية وأيضا للدعم بالعتاد والسلاح وغيره؟ كل الدعم من عندهم، كل الدعم العسكري على الأرض والجوي، كل الدعم من عندهم، الذخائر، الطيران. لكن هل يتناسب هذا الدعم مع طبيعة المعركة وحجم المعركة على الأرض؟ أي نعم، كل الدعم موجود. نعم، إذن جميل، أشكرك جزيلا السيد عبد الرب سالم الشدادي القيادي العسكري، كنت معنا من جبهة قانية في محافظة البيضاء. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر ضيوفي الأركان حرب اللواء 117 أحمد معوضة كان معنا من جبهة قانية أيضا في البيضاء، والشكر أيضا للقيادي في المقاومة في جبهة الحميقان عامر الحميقاني كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نشكركم ونترككم في رعاية الله وحفظه.